بداية وتحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته في الدورة 11 في 12 من 12 إلى 19 من أكتوبر من عام 2022. وسيكون معنا الآن اتصال حول هذا الجانب مع السيد محمد ناصر المطيري، وكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية. أستاذ محمد السلام عليكم. أستاذ محمد يا أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهني هذه الدولة العزيزة وتلك الشخصيات الجادة العاملة إن شاء الله من أجل رفعة هذا الوطن ورفعة دينه الكريم الحكيم. نتحدث عن هذه الجائزة أستاذ محمد ناصر المطيري، وكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية. ما هي استعداداتكم لجائزة القرآن الكريم الدولية، وما هي أو ما هي عدد الدول المشاركة في هذه المسابقة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أنا سعيد جدا في المشاركة معكم في برنامجكم المتميز، حياك الله. ولا سيما أيضا موضوعنا اليوم هو انطلاق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده بدورتها 11، وإن شاء الله ستقام في 12 من الشهر الجاري برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وبحمد الله تم تجهيز لاستقبال هذه الدورة في الأسبوع القادم، حيث يشرف على شؤون وإدارة عمل الجائزة لجان متخصصة تم تشكيلها من مختصين في أعمال جائزة، وعقدت عدة اجتماعات تحضيرية لتنفيذ الخطة المرسومة للجائزة في دورتها 11، وتم مخاطبة الدول للمشاركة في الجائزة، وأيضا إجراء اختبارات الأولية للمتسابقين والتنسيق مع الجهات في دولة الكويت، ديوان الأميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة المالية ووزارة الصحة. كل هذه الجهات تعمل لإنجاح الجائزة في نسختها 11، وأيضا تم التنسيق مع الجهات القرآنية داخل وخارج الكويت، وأيضا تم التنسيق مع الجهات المشاركة في المعرض المقام على هامش فعاليات الجائزة. والمعرض هذا العام إن شاء الله يقوم على فكرة جميلة، وهي فكرة إثراء الإقراء عن بعد وعرض الأفكار والمشاريع التي تعنى بهذا الأمر، ويتم عرض التطبيقات التي تخدم وتيسر الإقراء عن بعد للشيخ والطالب. وسيتم إن شاء الله عمل حلقات تفاعلية عن طريق البرامج والمنصات المتوفرة، وسيكون هناك إن شاء الله توزيع هدايا مختلفة ومتنوعة لزوار المعرض. وأيضا إن شاء الله سيكون هناك إقراء للمتسابقين في الجائزة لمنحهم سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله، سيتم إقراء جميع المتسابقين ومنحهم إجازات قرآنية معتمدة بإذن الله. أستاذ محمد ناصر المطيري، وكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما أن هذه المسابقة هي دولية، بودنا أن نتعرف على عدد الدول المشاركة. ودائما كل جائزة كبرى ومسابقة كبرى تتميز بعناصر مميزة لهذه الجائزة. بدون شك أن جائزة القرآن الدولية التي تقيمها دولة الكويت هي جائزة دولية وكبرى على مستوى العالم الإسلامي جميعا، حيث سيشارك إن شاء الله في المسابقة 70 دولة إن شاء الله، وسيكون عدد المشاركين إن شاء الله 126 متسابق، وسيكون عدد المشاركين في فرع الحفظ 63 متسابق، وعدد المشاركين في فرع القراءات 10 سيكون 16 متسابق، وأيضا سيكون عدد المشاركين في فرع التلاوة 30 متسابق، وعدد المشاركين في فرع صغار الحفاظ سيكون 17 متسابق، وكذلك سيتنافس على الفرع التقني أكثر من 20 مشارك ما بين مؤسسات وأفراد.
بإذن الله. بإذن الله تعالى. أستاذ محمد المطيري، ما هي عناصر التي تتميز بها هذه الجائزة وهي جائزة القرآن الكريم؟ بدون شك أن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن وقراءته وتجويد تلاوته هي جائزة مميزة ولها خصائص ومميزات تختلف عن بقية الجوائز. من ضمن هذه المميزات والتي قد تكون هي الوحيدة على مستوى العالم هو فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءة العشر. فلن يكون المتسابق أو لن يقرأ المتسابق قراءة واحدة، وإنما سيقرأ القرآن على عشر قراءات، وسيتم سؤاله في العشر قراءات. وهذه ميزة لجائزة الكويت الدولية. أيضا سيكون هناك فرع أفضل مشروع تقني يخدم القرآن الكريم، سيكون هناك أيضا فرع لحفظ القرآن الكريم كاملا لصغار الحفاظ وبين 8 سنوات إلى 12 سنة. أيضا المعرض يميز الجائزة، سيكون هناك معرض قرآني بعنوان تعلم القرآن أينما كنت، سيكون على هامش فعاليات الجائزة. أيضا إقامة الأنشطة والبرامج المتسابقين للتعريف بمعاهد دولة الكويت، كذلك تكريم أفضل شخصيتين قرآنيتين خدمتا القرآن على مستوى العالم. أيضا سيتم استضافة شخصيات قرآنية مؤثرة على مستوى العالم، وسيقومون بعدد من المحاضرات والورش المتميزة التي تخدم طلبة العلم والحفاظ القرآن الكريم والمهتمين في هذا الجانب. الأستاذ محمد ناصر المطيري، وكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونحن نتحدث عن هذه المسابقة الدولية الكبرى. لا شك يعني أيضا غدا إن شاء الله من خلال واحد المستمعين ستكون حلقة خاصة وشاملة لأيضا تغطية جوانب متعددة حول هذه المسابقة، لكن بودنا أن نتعرف على الرؤية لهذه الجائزة. أستاذ محمد، بدون شك أن رؤية جائزة القرآن الدولية تنطلق من رؤية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الريادة عالميا في العمل الإسلامي. فرؤية الجائزة هي رؤية الوزارة أن تكون هذه الجائزة رائدة على مستوى الجوائز والمسابقات القرآنية حول العالم، وهي كذلك بحمد الله، ويتم العمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال معايير ومن خلال قياس نسبة رضا المشاركين المسابقة، وأيضا التقرير السنوي الذي يصدر عن الجائزة وأوجه التطوير المطلوبة في كل نسخة بعد نسخة. وهذا ما يتم بحمد الله في كل عام، يتم تطوير أعمال الجائزة والحصول على نسبة رضا عالية في هذا الصدد. كل هذه المعايير وقياس الأداء يرفع من مستوى رؤية الجائزة وتحقيق هذه الرؤية، وهي رؤية طموحة أن تكون رائدة على مستوى جوائز ومسابقات القرآن على مستوى العالم. الله يعطيكم الصحة والعافية على هذا الترتيب وعلى هذا النظام وفي خدمة القرآن الكريم. لكننا بودنا في نهاية هذا اللقاء للأستاذ الفاضل محمد ناصر المطيري أن نتحدث عن الهدف من هذه الجائزة، وهي الجائزة الكبرى للقرآن الكريم الدولية. بدون شك أن اليوم هدف الجائزة أيضا ينطلق من أهداف وزارة الأوقاف وغاياتها الاستراتيجية، ومن أهم هذه الغايات والأهداف هو زيادة الإقبال على حفظ القرآن الكريم ومدارسة علومه لدى كافة فئات المجتمع، وأيضا كذلك الشراكة والتواصل مع القطاعات المعنية بالقرآن محليا ودوليا، وكذلك أيضا تعزيز أساليب الدعوة وحفظ القرآن وتجويد تلاوته وتعزيز التوجيه الثقافي المرتبط بالقيم الإسلامية. كل هذه الأهداف تدور حولها الجائزة وتحقق غايات وأهداف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خدمة كتاب الله وزيادة الإقبال على حفظ القرآن ومدارسة علومه لدى كافة فئات المجتمع صغارا وكبارا رجالا ونساء. الجميع يقبل على حفظ وتجويد تلاوة القرآن الكريم.
شكرا للأستاذ الفاضل الأخ محمد ناصر المطيري، وكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشكر موصول لكل من جد واجتهد في خدمة القرآن الكريم والدين الإسلامي ورفعة هذا الوطن الطيب المعطاء بهذا العمل المبارك. بارك الله لكم والدال على الخير كفاعله. نرجو لكم التوفيق والسداد بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.